أحيي الشعب الليبي في الحقيقة. أولا الذي أعرفه من الليبيين المتشيعين أنهم ليوث، يعني طبيعة الإنسان الليبي. ليبيا بلد صحيح الآن يعني مع الأسف بسبب الظالمين وتناحر الميليشيات وتقهقرت يعني قليلا، لكن هذا البلد لقن الاستعمار يعني دروسا قاسية يعني جدا، وشعب كريم وشعب يعني قادر على أن يواجه ويتحدى. بطبيعة الحال نحن لا نقول لإخواننا الذين اهتدوا أن عليكم أن تتهوروا إلى حد الهلاك بطبيعة الحال، لكننا نقول كونوا ليوثا بالقدر المستطاع. ثم هنالك وسائل، ليبيا بلد قبائل بالنتيجة، وكلما استطاع المرء أن يمتن أو يوطد علاقته بقبيلته وبرؤوس أو شيوخ القبيلة فحين ذلك يكون في مأمن أكثر، ثم عليه أن يسعى إن شاء الله في هداية هؤلاء. فإن الشيوخ والكبار إذا ما تشيعوا، وخاصة أن كثيرا منهم بالمناسبة أصولهم شيعية أصلا، يعني القبائل الليبية بعضها أصولها أصلا شيعية، لأنه هذه شمال أفريقيا كان التشيع فيها سائدا حقبة من الزمن، فيمكنهم الرجوع إلى أصولهم حينئذ. فإذا تشيعت هذه الطبقة فحين ذاك يكون التأثير أعظم. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان يحرص على هذا كثيرا، ما كان يحرص في استراتيجيته على هداية من يعتبرون مفاتيح للمجتمع فتلحقهم أقوامهم معهم. فليسعى إخواننا الليبيون في ذلك إن شاء الله، ونحن من ورائهم ندعو لهم إن شاء الله وندعمهم بما نستطيع.